اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. بابنا الثابت مساء كل اثنين، باب جنة، الباب اللي بنجمع حواليه كلنا لنطلق طاقات الخير والاحسان والتقوى والورع، ومفيش احلى من هذه ساعات ومفيش احلى من هذه ايام لنطلق كل دفعات الخير اللي جوانا. اولا نحن مقبلون على الشهر الفضيل، وكمان نحن في ليلة ترفع فيها الاعمال، فانظر بقى كيف تحب ان ترفع اعمالك الى الله. رحبوا معايا بالصديق والداعية فضيلة الشيخ حازم جلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ تامر وسهلا المشاهدين. ازيك يا شيخنا؟ الله يخليك وبارك فيك يا غالي. كله كويس؟ سعيد جدا بهذا اللقاء. ربنا يعزك ويكرمك، كل سنة وحضرتك طيب والأمة العربية والإسلامية والمصرية دايما بخير. نحن مقبلين على الشهر الفضيل، الشهر الأعظم، وكمان من حسن الطالع يعني إن لقائنا الليلة في ليلة النصف من شعبان، وطبعا أنت أعلم مني بقدر البركات والحسنات والروحانيات اللي موجودة في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربي أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. كل سنة طيب والأمة الإسلامية والعربية بل والعالم أجمع بصحة وسلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم آمين. والرضا والاستقرار. آمين. في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، الله سبحانه وتعالى يطلع وينظر إلى عباده جميعا، فيغفر الله سبحانه وتعالى لجميع عباده إلا لمشرك أو مشاحن، لا حول ولا قوة، بينهما خصام. لذلك حي على الوداد، لذلك حي على الفلاح. نسمع كتير في الصلاة صح؟ صح. فلاح في ايه؟ في الدنيا والاخره. نعم. استاذ تامر، لابد من تفعيل مبدا الاخوه، وهذا المبدا يقوم على الاخوه في كل شيء، في المشاعر، في الانسانيه، في الرحمه. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. نعم. الذي يعيش في هذا المبدا، مبدا الملاطفه، مبدا العيش مع الله سبحانه وتعالى، الدخول في عناية الإلهية والرعاية الإلهية، لا يخاف ظلما ولا هضما. الله. لا يخاف إيه؟ ظلما ولا هضما. فرصة كبيرة جدا لنا، السنة بتتقفل. بيجي لك ما يسمى يعني عملية جرد الحساب. دي أعمال السنة. بالظبط. دي أعمال السنة. أعمال السنة. أعمال السنة. بتقفل إيه؟ عاوز تقفل على طاعة، على خير. صحيح. على طمأنينة. مظبوط. لا وشوف كمان شيخ حازم، حكمة ربنا سبحانه وتعالى في فكرة انه طبعا كافر ربنا يقينا شر الكفر وعذاب، لكن فكرة المشاحنة يعني شوف انها تساوت بالكفر، مش بس كأجر او ذنب او ثواب او كذا، مش قضيتي لان دي طبعا في علم الرحمن، لكن انا بتكلم انه ربنا بيحذرنا منها كما يحذرنا من الكفر. يقول لك لو بينكم تشاحن، لو بينكم خصومة، لو بينكم بغضاء، لو بينكم عداوة، اجروا وامسحوها. اجروا وخلي التسامح يحل محلها. صحيح. لا والقضيه في ايه؟ فيغفر الله لعباد الا لمشرك او مشاحن. هنا المشرك قضيه الاشراك. أي؟ الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. صحيح. والامر مفوض الى الله، ان شاء عفا وان شاء عذب. قولا واحدا. نعم احسنت. النقطه ده مش كلامي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صحيح. القضيه قضيه هو سبحانه. طبعا طبعا. القضيه الثانيه بقى المشاحن. قضية ايه؟ المشاحنة اللي بينه وبين اخوه خصام، او بينه وبين نفسه خصام. ده موجود؟ اه موجود. بينه وبين نفسه مخصم نفسه، ما عندوش تسامح مع نفسه. هيديك تسامح؟ لا طبعا. هيدي الفقير؟ هيكون حنين على الفقير؟ لا، فقد الشيء لا يعطيه. بالضبط. ويمكن ان يعطيه في حالة واحدة هقول لك عليه. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. هذا الرجل الذي جاء يشتكي الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسوة قلبه، والحديث اخرجه الامام البخاري، قال له امسح على رأس اليتيم. إذا مسح على رأس اليتيم لان قلبه، لانت جوارحه. شفت العظمة؟ لانت جوارحه. بس جه يشتكي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال بأس يا سيدنا النبي، مشكلة القلوب يا أستاذ تامر أستاذنا الكبير متقلبة،
صحيح. من حال إلى حال. لذلك مزبوط. كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء الذي أخرجه ابن مسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. لذلك ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. أحسن. مثل القلب كريشة بأرض فلاة، أرض صحراء، تقلبها الرياح ظهرا لبطن، عمالة تألف فيها يمين وشمال شمالا وجنوبا شرقا وغربا. فبالتالي فقد الشيء ده هيعطي مش هيعطي، بس إذا لان قلبه أعطى. أحسنت. إلين إمتى بقى؟ إذا نظر الله إليه. إذا عاش بمبدأ والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ماله ونفسه والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا. شفت القضايا ماشية إزاي يا مستمر؟ دي المنهج اللي أنت هتمشي عليه، بالتالي قلبك هيلين هيلين. أما الحجارة إحنا بنظلم الحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فكالحجارة أو أشد قسوة. وإن شوف المنافع بقى، من الحجارات لما تفجروا من الأنهار، وإن منها لما شككوا فيخرجوا من الماء، وإن منها لما يهبطوا من خشية الله. لا، في ناس قلوبها أسوأ من الحجارة. ده أنت إحنا ظلمنا الحجارة، لأن الحجارة فيها منافع. صحيح. فبالتالي لابد أن نسارع في هذا الشهر المبارك الكريم بأن نسارع في إطعام الطعام وفي عمل الخير. والسبب جنة في هذا المشروع العظيم اللي هي تطلقه، مشروع إطعام الطعام، هو مشروع كبير جدا جدا، من أجل أن نسعد جميعا وأن نعيش في عيشة هنيئة، في عيشة سعيدة، عيشة كلنا. خد بالك يا شيخ حازم، قصة إطعام الطعام اللي حضرتك ذكرتها قد يظن البعض أنها ليها علاقة بس بإفطار رمضان وثواب إفطار رمضان. لا، دي ليها علاقة كمان بجزء كبير من الحركة اللي كنت بتكلم عنه دلوقتي، وهي فكرة إفشاء السلام وزرع بذرة التسامح. ما هو أنا لما أأكل الجائع والفقير والمحتاج، ما أنا كده بنزع الحقد من جواه، بنزع العداوة والبغضاء من جواه، فبدل ما يسود الحقد والسواد يسود التسامح والحب. تعال مبدأ التسامح، لأقدم من كلام حضرتك وديك دليل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله الأشعريين، كانوا إذا أرملوا في الغزو، يعني قل طعام في الغزو، افترشوا ما معهم، يعني جابوا كل واحد جاب اللي عنده، حطوا لقمة وكسرة ومش عارف أكلم منه، وافترشوا الأرض ووضعوا ما عندهم ثم تقاسموها بينهم بالسوية. فهم مني وأنا منهم. من يفعل ذلك؟ الله، خلي بالك من قضية، فهم مني وأنا منهم. نعم. وهل يعذب الله قوم نظر الحبيب إليهم واستغفر لهم وهو منهم؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صحيح. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا أحمل بشارة، هل يعذب الله قوما يستغفر لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. لذلك أهلا بمن لست أهلا لموقفه أو لموقعه، أولى المبشر عند الحزن بالفرج، لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من عوج. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله. يا ليتنا ناخذ هذا المبدا تكافل من سيدنا رسول الله وعوضه، فهم مني وانا منهم، كلنا نساعد بعضنا، كلنا نعيش. ربنا لك: وتعاونوا على الاثم والعدوان. لا، على البر والتقوى. ايه الجمال ده؟ الله ينور عليك. ايوه كده، خليك معايا كده من زمان. وتعاونوا عليه البر والتقوى. والبر اسم جامع لجميع انواع الخير. صح، صحيح. ما ده بر من ابر البر. ده سيدنا النبي وضع المنهج صلى الله عليه وسلم، ده افضل انواع البر. طبعا من افضل، يعني يا مولانا البر. ربنا سبحانه وضع هذا الامر. شو سيدنا ابراهيم: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. شوف القران: فرغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكل. شوف كرم الضيافه، لازم ان نكون احنا يعني كرماء مع الناس. نعم. كرماء مع اخواننا. صحيح. كرماء مع بعضنا البعض. والحقيقه لازم يبقى عندنا كمان فكره التصالح حتى مع النفس اللي حضرتك ذكرتها يا شيخ حازم في البدايه. ازاي انت قاعد دلوقتي بتفكر وبتحسب وبتشوف كم كيلو لحمه هيبقوا موجودين عندك في رمضان، وكم فرخه، وكم صحيح. علبه رز ولا كيس رز، وكم علبه سمنه، وكم كذا، وبتقول يا ده الاسعار غاليه دلوقتي، ده انا هكتفي بدل 4 كيلو خليهم 3 كيلو بدل كذا. وفي ناس تانية مجرد انها مش عارفه هتفطر ايه. صحيح. يعني مش عارفه هتفطر ايه اساسا، اول يوم رمضان او تاني يوم رمضان او 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 او. فارجو وانت بتعمل حسبتك احسب لهم معك. لما تصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل لاصحاب الاعراض لاصحاب الاعذار ان يطعموا. اه صحيح.
قال لك ففديتهم من صيام او صدقات اللي عنده عذر عن الصوم اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام من اخرى وعلى نعم. الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين فديه عليه عشان ما يكونش انت حضرتك فاطر وهو لا يعني عملنا مبدا اسمه مبدا التكافل هو يبقى عنده وانت يبقى عندك صحيح ده الاساسي صحيح. هو عنده وانت عندك مظبوط انت مزبوط. فاطر للعذر وبتاكل هو وبرضه يكون عنده هو العذر الله يفتح عليك شفت التكافل اللي ده المنهج اللي وضع ربنا يا ليتنا نتعلم هذا المنهج من سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ليتنا نتعلم من كتاب ربنا والله لو طبقنا هذا القانون لدخل الناس جميعا في مجتمع كله سلم وسلام والله ولو رأيت فرحة صائم بإفطارك له لما تناولت الطعام وشحنته جميعا إليه صحيح والله صحيح والله لما تشوف فرحة الناس بالخير اللي بيجي لهم من ناس ما تعرفهمش والله بعد كده مش هتقطر قرش واحد هتبقى كل اللي جاي لك هتقول ده ربنا سببه لي عشان إسعاد الآخرين من فطر صائما كان له مثل أجري غير أنه ينقص من أجري شيئا بارك الله فيك تعالوا نروح نشوف حملة الإعداد لكراتين إطعام الطعام التي تعدها مؤسسة باب جنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد وباب جديد من أبواب الجنة اللي بتعملهم مؤسسة باب جنة وبتقوم بيهم على مدار العام ولكن دلوقتي احنا بنكلم حضراتكم في موسم جديد موسم خير موسم طاعة الموسم اللي بنقول فيه لكل الناس يلا هلموا إلى فعل الخير دلوقتي أنا بكلم حضراتكم وأنا في إحدى المخازن الخاصة بمؤسسة باب جنة بنقوم دلوقتي أنا والشباب الكرام اللي مشرفينا بتعبئة المواد الغذائية اللي هتروح لأهلنا في أكتر من مكان إن شاء الله في هذه الأيام المباركة وأحب أوضح لحضراتكم إن الكراتين دي اللي بنسميها كرتونة الخير اللي هي يعني هتساعد أكيد وهتفرق مع ناس كتير لأن إحنا في وقت يعني بيتطلب مننا كلنا إن إحنا نتكاتف إحنا في وقت من الأوقات لما نتأمل قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البلد فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني الأوقات اللي هي بتكون يعني صعبة وقت أزمة زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي كده العالم كله بيتعرض لأزمة اقتصادية وأزمة غذائية كبيرة فاحنا لازم في هذا الوقت نتكاتف فيه لأن الوقت ده هيكون فيه ثواب أكبر بكتير جدا من الأوقات التانية وطبعا فائدة إطعام الطعام عند الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا يعني إحنا استفتحنا اللقاء بيه وسلم وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام ولما نتأمل في قوله تعالى في وصف الأبرار الأبرار يا جماعة اللي إحنا بندعي دايما إن إحنا ربنا يحشرنا مع الأبرار الأبرار دول إيه صفاتهم إن هم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يعني الناس دول من صفاتهم إن هم دايما بيقعدوا يفكروا كده إن هم إزاي يودوا طعام للناس سواء كان طعام جاهز أو مواد غذائية زي اللي إحنا بنتكلم فيها دي بندعو حضراتكم للمشاركة معانا في كرتونة الخير اللي بتقوم بها مؤسسة باب جنة للأعمال الخيرية هلموا لفعل الخير الجميع ينتظر والله في ناس كتير في الأيام اللي إحنا فيها دي الأيام المباركة وإحنا داخلين على شهر رمضان إن شاء الله بينتظر كل سنة الكرتونة اللي بتجيلهم اوعى تستقل بالكرتونة دي ممكن الكرتونة دي لبعض الناس بسيطة جدا وفيها مواد بسيطة جدا بس والله في ناس بتستناها من السنة للسنة في ناس دلوقتي قاعدين في بيوتهم منتظرين مؤسسة باب جنة وهي بتخبط على بيوتهم وبتقول لهم اتفضلوا الكرتونة دي وان كانت قليلة بس هي ان شاء الله تفرق مع الناس شيخ حازم كلمة أخيرة أطعموا الطعام لا تحقرن من المعروف شيئا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ثق في الله سبحانه وتعالى واعلم بأن المعطي هو الله
والمتفضل هو الله، والذي سيخلف عليك هو الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كن مع الله ولا توالي، كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم. ونعم بالله، وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يزيدك من نعيم ويفتح عليك دائما. شكرا لك، كل سنة حضرتك طيب. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم.